يعني استاذ نجم، احنا مثل ما يقولون عوده على ذي بدء. احنا عندنا اربع اطراف بالمعادله بالعراق: المجتمع الدولي، الدول الجوار، الحكومه والبرلمان، والشعب المواطن. الان المواطن الحكومه اسيره المصالح الفئويه والحزبيه، هذا امر انتهينا من عنده بعد ما نتحدث به. نعم. لانه الحكومه ما قدمت شيء، واخر اخر اخر قضيه فشلت في يعني اكو حكومه تقول حظر شامل ويطلعون شفلات وشباب بالشارع يكسرون الحظر الشامل وتطلع مظاهرات وبعدين ينتهي الحظر الشامل. اذا اخر تجربه الى الحكومه ايسنا من عندها. دول الجوار هي اللي عاثت في العراق وعاثت في العراق، ودول المنطقه المحيطه بالعراق عاثت في العراق فساد. الان يعني أؤكد من خلال هذا المنبر أنه قرار الانتخابات وموضوع الانتخابات الآن أصبح في يد المجتمع الدولي. كل من يقول الآن، كل من يقول في الساحة العراقية أنه أنا أحدد موعد الانتخابات وأنا قرار الانتخابات بيدي، خلي يراجع نفسه ويراجع وضعه الخاص ويراجع كلامه، لأنه الموضوع خارج سلطة القوة اللي موجودة على الأرض. يعني الآن القوة الشعبية اللي موجودة واللي تستهدف بالقتل والترهيب والترغيب وشراء الذمم، الآن أموال نازلة بالساحة كبيرة، أحزاب ظل موجودة كبيرة. يعني أنا ثلاث أربع زملاء اللي في مجلس الوزراء الآن عندهم أحزاب، أسأل نفسي أنا كنت حالي من حالهم.